أسباب زواج القاصرات. عادات وتقاليد ظالمة وقاسية ومؤلمة. أصبح آباءنا ضحية لهذه العادات الخاطئة التي تقتل الفتيات، ولا زالت تفتك بما تبقى أكثر فأكثر. فمعتقدات الآباء أن تزويج الفتاة وهي بعمر صغير يعتبر حفاظاً على شرفها ومستقبلها وحمايتها من العنوسة، كما حدث مع أسلافهم، متناسياً أن الزواج يقتل مستقبلها ويدمر حياتها ويحرمها من التعليم ويساهم في تخلف المجتمع. الفقر الذي يعتبر مبرر لهذه الزيجات، فتزويج الفتاة من أجل المال يعتبر متاجرة بالأطفال، فالتاجر يتقمص دور العريس والبائع يستغل دور ولي الأمر، وهذه الحقيقة المرة التي يتجاهلها المجتمع. والسلعة للأسف الشديد فتاة صغيرة لا تفقه شيء. النزوح والحرب تولد ظواهر مخيفة ومشاكل كبيرة في انعدام الأمن. فمثلاً في الصومال وسوريا والعراق واليمن يزوجون ابنتهم لجندي أو لأي رجل من أجل أن يحميها ويتخلي الأهل عن مسؤوليتهم والنفقة عليها، وهذا ما يحدث في كثير من البلدان التي يحدث فيها نزوح وكوارث وحروب. عدم المساواة بين الجنسين واعتبار الفتاة عار يجب التخلص منه بالزواج وإخلاء مسؤولية العائلة من أخطاء قد تقترفها خارج إطار القانون والعرف المجتمعي، مثل نوع لبسها أو احتشامها أو إكمال تعليمها.